تبغى تشتري كوينز، طفشت من كثر ما تندعس. متجر عبد العزيز ستور لبيع الكوينز، ارخص متجر حاليا ومضموم من الباند والتصفير، ومسجلين عند معروف وعندهم سجل تجاري وعندهم كل طرق الدفع. واللي يميز هذا المتجر واللي اشوفه ميزه اسطوريه ان عندهم تشكيلات جاهزه كذا بدون ما تتعب نفسك، تشكيله جاهزه تشتريها هوب على الشامبيون تجلدهم. ولا تنسى اذا جيت تشتري تستخدم كوبون عادل يخصم لك من المتجر. رابط المتجر ومعلوماته تحت في الديسكريبشن. السلام عليكم. اشترك اذا ما انت مشترك، ارحم امك اشترك، لايك سبسكرايب، حسابات تحت. دز يلا على المقطع. شباب امزح يعني، في ميانه بيني وبين المتابعين. لك شوف 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 يا اخوانا، بلحق باقي 20 دقيقه على الباكج 85 ما سويته. باكج 85 ما لحقت عليه يا اخوان، لازم الحق عليه. شوف شوف اصبر 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 اصبر، خل الحق خل الحق، باقي 20 دقيقه نبغى نسوي ذا قبل ما يخلص. عاد اللي حظك زق. ما ادري، قضى وقضى. حلو، ابجريد 85 خلصنا، سلم يا ربي لك الحمد. اهم شيء خلصنا التحدي ذا، كم باقي لك كم دقيقه؟ طيب يا اخوان بنسوي تحديات المنافسات الكبرى، ورانا تفتيح باكجات. الله يعين الله يعين، فل باكجات، باكجات تصفيات، تحدي 85 وتحدي المنافسات الكبرى، وبعد 20 دقيقه بينزل تحديات زياده بعد. فبسم الله خلصنا تحديات المنافسات الكبرى، نوجه على الباكجات. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا على بابك يا كريم يا كريم، ما خبطوا لا باك. باكجاتنا اليوم كثيره وكثيره جدا. بسم الله، اول باكج حلو، اول باكج ما يلمع عادي، متعودين ودائما حظنا شين عادي، ما ادري ايش مستغرب انا. ويلا على بابك يا كريم. حلو حلو حلو، لا باس لا باس لا باس، بني ادم لا يتحطم لا يتحطم بني ادم. الباكج الثاني، اوه شاشات فنلندا، حلو حلو شاشات حلو شاشات. الماني الام الحيوان، اي عرفنا عرفنا، بسميك الحيوان انت، كل ما طلعت لي اسمك الحيوان. الحيوان؟ لا مو هو. بسم الله، باكج ميجا، يلا يا رب. ووك اوت بس، الله يوفق العدو. ترى حظي شيء زي كذا. 85 بلس ترقية، بسم الله. هذا إذا ما طلع فيها ووك اوت، الموضوع شخصي. اوه حتى الووك اوت شين. مولر. يا حظي الشيء. زكريا والله طاقاته حلوه ذا زكريا، وخاصه انه بعد قابل للتطوير. كم ياخذ؟ بياخذ اسبوع، ممكن نسويه. بس الحين شو بنسوي يا اخوان؟ بنسوي بالرحمه، يتطور وسوبر صب وتوصيه من الشباب وبالرحمه خلصنا المفلس. بولزيت نعم، يلا دز يا بولزيت، يلا بالرحمه، يلا خش 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 يا بالرحمه. حي 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 بالرحمة، حلو شعر ابيض ودقن اسود، حلو لعب لعب. طيب في اعتراف صغير بينزل، اعتراف يعني صغنن صغنن يا اخوان. انا لعبت بتشافي مباراتين، حلو حلو. جاء واحد كتب لي بالكومنتات باليوتيوب، عادل ترى تشافي، واحد كتب لي باليوتيوب ان عادل ترى تشافي كويس، جربه ملعب ممتاز. الصراحة يعني بدون ظلم، دربل حقه ممتاز ممتاز، دربل حقه رهيب، والباصات واضحة، هذا 90 سم، بس مشكلة السرعة، بس هذه مشكلته، ولا هو رهيب يا عاد، صدق صدق ما مو استهبال. فشكله بنجرب الفوت ذا، بنلعب الفوت ذا على كم يلعبوه؟ على كم؟ على 10 نجربه نشوف تقييمه. اسلم اسلم اسلم، وحاط شعار اتحاد، اتحاد الحين يلعب يا اخوي، ليش تلعب معنا فيفا؟ اتحاد قاعد يلعب مع الفيحة يا ولد. حيه تشافي، شوف جزماته خضراء. وين يا ولد جزماتك خضراء؟ مسوي شبابي ها؟ يواكب الموضة. مو بتسلل، دز امه مو بتسلل. غبي غبي يا عادل يا اخي، ذا عانياته يتزحلق علي شيء. يا وحش اللي يو وحش يا ابو تياجو، يا ابو تياجو، ابو تياجو يضرب بالراس. يا عادل النكشة، يا رهيب يا رهيب، يا فنان يا فنان، يا بطل يا بطل. معك ايتو، معك رونالدو، معك مارادونا، الشباب كلهم. ما قدرت تفوز علي يا تعبان. واي يا 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 يا، ماذا يحدث في الميدان؟ الاتحادي ينسحب. اي 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 اي، اول مباراه فوز خدري. يا غريب يا غريب،
شوفوا دفاعه، اغرب دفاع شفته بحياتي. مطلع الحارس توني انتبه، والله اني مضيع يا ولد. الله يعطيك العافيه يا عيني، اعطاني الفوز، سجل لي ثاني فوز. والله العظيم اقول شيء ولد، كل لعيبته لونهم اسود. شافي جزماتك خضراء، مفروض انك تبدع. شو الرابط العجيب بين جزمات الخضراء والابداع؟ ما ادري، لكن نبيل فقير مو بصاحي، مو بصاحي، مو بصاحي نبيل فقير. يو الفوت شامبيون هذا، انا جاي ادقهم الفوت شامبيون ذا، انا زعلان بعد الفوت شامبيون. والله عيب، والله عيب يا دينوراما، والله عيب عليك، فين عندك تجيب هذي؟ جاب التعادل. برا علي بعد. تكفى مو تسلل. يو! وحش! دقيقة 90، دقيقة 90 سجلت هدف الفوز. انتهت المباراة، انتهت 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 انتهت. خلاص خلاص ايش وانت؟ اوه اوه اوه، ما بغينا ما بغينا ما بغينا نفوز عليه. رانك كم ذا؟ رانك كم يا عيال؟ والفوت هذا وصلنا رانك 4، فخلونا نفتح الجوائز ونشوف من يطلع لنا. من في تسكيت الاسبوع يا اخوان؟ يا اخوان في كانتي. ف بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يلا يا كانتي. حلو سانشيز، نبغى كانتي، نبغى كانتي، تكفون. وكوريا، حلو حلو كوريا. طيب حلو، 84 85، خزن وعطاها كذا تشاوي. كانتي بيكي، يلا ما علي ما علي ما علي، لا بأس لا بأس لا بأس. باكج ألتيمت وباكج 100,000، يعني ما يطلع أحد، يعني ما يطلع أحد قلت حياة. ويلا على بابك يا كريم يا كريم. شاشات يا عيال، كلب باكج 100,000 من فور. يا ربي يا ربي، نبغى محتوى، نبغى يطلع لنا لاعب، نبغى نحطه بالثمنيل، نبغى نقول الله شوف من طلع لنا. بسم الله 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 بسم الله. وش ذا الحظ؟ يعني مستغربين، يعني مستغربين وش ذا الحظ؟ حظي كذا دايم خايس ومعفن بعد. موتين هو يا رجال، تنزم 83، تدرون ذا كم عمره يا عيال؟ انا ما ادري، الظاهر فتيت لكم اخر مره. لا لا معلش سامحوني اخوان، قررنا نسوي ابجريد اللاعبين الحمر. يا الله يا رب يطلع لنا احد ان شاء الله، ندعي ندعي على الله الكريم فنسلمهم. يقول لك رافا في المفلس ورافاييل بالهذا طيب سلم. كوريا، الله يوفق العدو. نسيت كوريا، ما ارسلت الا يوم شفت كوريا. يو خلبي كي يا ابوي، كوريا راح علي. تصبر خلنا نحاول نسوي جلتشات، نسوي اي شيء حتى عادل بنفسه ما ادري ايش الجلت. والله ما ادري، بحاول اضبط اي شيء، اي جلتش، اي لاعب يطلع لنا. الحين ايش دخل النت بالحظ؟ والله ما ادري، احس يعني بس اسهل الموضوع، اسهل الموضوع، الموضوع عندي، سويت الجلتش يا اخوان. خش على نسخة الفور، مبابي يسخن ان شاء الله ان شاء الله. طيب وش نحط لغة؟ ما في لغة فرنسية، مبابي ايطاليانو. خاف يطلعوا لاعب ايطالي الحين، طلعوا لي احد ولا بزعل؟ ما في محتوى خلاص. لا لا في محتوى، في محتوى، اصبر اصبر، والله ما طلع لي احد بزعل. يلا لغة ايطالية وغيرنا بعدات النت. يلا بسم الله بسم الله بسم الله. ورب المصحف ظلم، قاعد تعرض ظلم ورب المصحف.